السلام عليكم حبايبنا، عايزه اقول لكم بقالي كتير قوي ما طبختش وما دخلتش المطبخ. اخش اجيب اللحمه النهارده. بقى عندي فرخه كده كانت كوته صغنونه طلعتها فكت طلعتها امبارح، واخش بقى اجيب فريزر اجيب حته لحمه مفرومه. انا اصلا ما باكلش الفاصوليا، بس نفسي اكل فاصوليا باللحمه المفرومه، ودافا نفسها في ملوخيه وانا مش قادره اعمل ملوخيه. بصوا هتخش المطبخ نشوف هنعمل ايه. طلع بس اللحم صفى، صحيت نشوف لسه صفى. الاول نبدأ الاول بسم الله نسلق الفرخة الاول. حتة سمنة كده الاول، ودي بصلاية، شوية توابل، وادي الفرخة. نقلبها كويس الأول قبل ما نحط المية، ده بيدي طعم حلو أوي للشوربة. انا مقطع بصوال اللحمه المفرومه. بسم الله حطيت الميه على الفرخه، احط بقى الفرخه واحطها ورا كده. ايه هنا؟ هعمل هعصج اللحمه عشان الفاصوليا. انا ما عصجها اكون نضفت الفاصوليا وقطعتها. انا جايبه ربع كيلو فاصوليا بس. فاصوليا خضرا ربع كيلو بس من الجبنة. هنا احط بقى معلقة سمنة مقفولة كده على البصل. البصل ده جديد للأسف وحش كله مية، عشان كده سيبته ينشف الأول قبل ما احط السمنة. حط اللحمة في الميكرويف، نسيت كشناها في حالة حطيتها في الفريزر بعد ما طلعتها، معرفش حطيتها ليه. طبعا انا حاطه لحمه كتيره هكسرها كلها، هاخد حبه والباقي هشيله. دايما بحب لما اجي اعصر لحمه ولا اعمل حاجه اعمل بزياده. هحط بقى النار عليها، اديها رشة فلفل اسود بس وهدي النار عليها واسيبها براحتها. بسم الله. طبعا لسه حاطين لها بهارات بس شويه كده بس اللحمه تفك الاول. لسه عشان نجمدها كفته لحمه مفرومه سرعة كده الفراخ زي ما انت عايزه. عايزه اقول لكم اقسم بالله واقفه دايخه مش قادره اقف. صفا بتعيط ورايحة. بصوا اتعصجت معايا، احط لها بقى ايه قرن فلفل كده ولو فلفل احمر. يا سلام، بس اسف ما عنديش فلفل احمر. حاضر يا سوسي، هما يتشوحوا دقيقتين مع بعض. اروح ايه على ما ارجعها تكون ايه، تكون حطيت الطماطم وتسبكوا مع بعض. لافا صدفة، شوفي خشناف كده بتعمل ايه مع اختك. خشناف بتعمل ايه مع اختك؟ نعم يا حبيبتي. نعم هنا اهو، اجيب بقى ايه فلفل وملح، سبع بهارات،
ملح ورشة قرفة صغننة. حاضر يا قلبي يا صغننة وانا جاية. اقسم بقى نص اللحمة دي اشيله واخلي حبة صغيرين خالص على قد ربع كيلو الفاصوليا. معصقتها كويس، ممكن بكرة اعمل صينية رقاق، صينية جلاش، ممكن احط عليها طماطم بكرة. دايما بحب اعصجها من غير طماطم عشان لو عملت حاجة من غير طماطم تبقى جد. اما لو طماطم اضرب لها طماطميتين في ساعتها واحطهم عليها. هو ربع كيلو فاصوليا بس، اللحمة دي كتير جدا، دي اقل من الكيلو بشوية. بس كفاية كده. بسم الله. خلاص انا كنت عايز اشوح الفاصوليا فيها الاول بس مش مشكله. انتوا بعد كده بقى شوحوا الفاصوليا. بنتي يعني بتزن عشان كده ودني معاها مش مركزه. سيبهم يتسبكوا. انا بشوف الانسه صفا. نبص على الفرخة الأول. بسم الله. خلاص 5 دقايق بالظبط وندفع الفرخة عشان نحمرها. وهنا الايه، الطماطم اتسبكت بتاعت اللحمة المفرومة اهي. ادي الفاصوليا. بسم الله. زود لها شويه شوربه من اللي في الفرخه دي. انا ما اعمل الرز بقى هنا وخلاص. اه يا حبيبتي عندنا مدرسه الصبح. اه يا روحي. فلفل اسود. ادي بقى كبشه شوربه ولا كبشتين كده. ما اجيب مصفى عشان انا بحب دايما اصفي الشوربه من اللي فيها. حطيت عيني الحلة التانية على العين اهي عشان اعمل الرز على طول. على ما الفاصوليا تستوي يكون الرز استوي. لابا تاخد كبد القناصة، تاخد كبد القناصة والفراخ الفرخة وليهم لحد ما خلص. انا ما رضيتش احط فيها طماطم فريش، حطيت ما رضيتش احط فيها صلصة طماطم، اكتفيت بالعصير اللي انا حطيته عشان عايزاها خفيفة. عايزه حاجه فيها مواد حافظه خالص. بس على ما يستوي نعمل بقى ايه الرز هنا في الحته دي. بابا جابت لي كيس شعريه من تحت جنينتي. كل شويه تتصل بيا عشان جت التليفون عشان تزن عليا تسحب الاسانسير. بس كفايه كده واحط كوبايه رز عليه. شوف الفلوس. انا اعرف ان انت نازله قطعنا والتليفون. بس نعم يا روحي. قطعة حمام دي حمامة كم؟ ماشي. طبعا انتوا عارفين الرز مش محتاجة اوريكم. لو خلصت اكل الفاصوليا حلوة قوي قوي قوي. الفاصوليا دي الفرخة حمرتها بحتة سمنة بلدي. دي رشة ملح. لا كوباية ملح. رشة ملح بسيطة كده. لا كبيرة. حمرتها بالسمنة اللي في الحلة اللي كنت محمرة بيها. خدي يلا حطيها على السفرة. الفاصوليا كمان استوت عشان اغلق طبق بره. بسم الله. دي الطبق اللي كان مطروح لحمه مفرومه. شلت اللحمه في الفريزر. هذا حط ده سخن عليكي يا حبيبتي.
امسك الطبق. خدي حبيبتي اتفضلي، قولي بسم الله، خدي وتعالي خدي معالق من الدرج. يبقى بقى الرز يكون استوى. بصي شطوره يا لوفا، خدي بقى معالق من الدرج. لا الدرج ورايا اهو، ينفع الفاصوليا بقى عشان ايه؟ معالق وشبك؟ شبك ليه؟ معالق؟ الرز بيقول كده ان هو لسه معلقتين ولا ثلاث معالق؟ ماما عايزه كام معلقه؟ هنقلبه. اصبر يا لوفا، اللي اجيبه اجيبه. شوف كده الرز، بسم الله. في عضة بسيطة هناكل على كده عشان انا جعانة، في مشكلة. ماما عايزة كام معلقة؟ بسيب بقى يستوي بقى عشان لو خشنا فتاكل ولا ايه؟ الحمد لله. لو خشنا فتاكل ولا بس كده اسهل واجمل من كده مفيش. بصوا البلدين اللي باقية، ادي الفاصوليا اهي وجمالها حلو قوي قوي قوي. ده مفيش غير بسيط. وادي الفرخة ايه البائسة الحزينة بتاعتنا، هي اللي كده مش وقت. وادي الأنيسة صدفة والأنيسة صفا والأنيسة آية. ماشي يلا.